السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعبير كتابي: كتابة قصة خيالية في رحاب اللغة العربية. على بركة الله. إذا هذه الصفحات نحاول اليوم غادي. المهم هذا عندكم النص، عندكم قصة. إذا: سماعة جدتي. جدتي عجوز مسنة لا تسمع إلا عن طريق سماعتها الاصطناعية التي تشحن بالكهرباء، وكانت هي النافذة الصناعية الأخيرة التي تطل منها على الحياة، وبها تتواصل مع من حولها. انقطعت الكهرباء فجأة عن المدينة وضعف شحن سماعتها، فقضيت جل نهاري أفكر في حل ما أجرب وأجرب، وباءت تجاربي بالفشل، ولم أيأس حتى اهتديت إلى اختراع بسيط سيحل مشكلة جدتي ويبدد كل مخاوفها ولن يكلفها جهدا سوى أن تتكلم. فتلتقط البطارية كلامها بواسطة مستقبل حساس، ويتولد عن تلك الذبذبات الصوتية طاقة تشحن البطارية باستمرار. سرت جدتي كثيرا باختراعي، وتلألأ وجهها بالفرح، وضمتني إلى صدرها وقالت لي: سأروي لك الليلة أجمل حكاياتي كي لا تنفد الطاقة أبدا. إذا مهم طلبوا منا أننا نكتبوا، نتعرف أسلوب وأنسجوا على غيره. يعني أنا نديكم واحد المحاولة ديال شي تلميذات، واحد التلميذ أو تلميذة، ها هو دي محاولة ديال واحد تلميذ أو تلميذة بحالكم. اش دار؟ جدتي عجوز مسنة لا تسمع إلا عن طريق سماعتها الاصطناعية، كانت هي الوسيلة الوحيدة كانت هي الوسيلة الوحيدة التي تلتقط بها الكلام والأصوات، وبها تسمع من يحدثها. انقطعت الكهرباء فجأة عن المدينة وضعف تواصلها مع القريب والبعيد، فقضيت يوما كاملا أفكر في حل مناسب وأقوم بتجربة تلو الأخرى. فشلت فيها جميعها، ولم أيأس حتى خطرت ببالي فكرة ستحل هذه المشكلة وتبدد كل مخاوفها، وهي تعريض البطارية لضوء القمر مدة ساعة واحدة. قمت بذلك ونجحت التجربة وشحنت البطارية وصارت صالحة لأداء دورها لمدة طويلة. سرت جدتي كثيرا لما فعلته من أجلها، وتلألأ وجهها بشرا وارتياحا وأثنت على حسن صنيع. إذا شوفوا معكم النص أو القصة. إذا خذوا واحد شوية الوقت باش تنقلوا باش نكملوا. ندوزو الصفحة الأخرى. أش فيها؟ أستعين بالأفكار السابقة لإتمام كتاب قصة خيالية الفيضان الكبير. إذا واحد المحاولة ديال واحد الوليد أو بنية. كان البرق يلمع بقوة في السماء لم ينقطع صوت الرعد، وتهاطلت الأمطار بقوة، ففاض النهر. نشوفوا هذه. ففاض النهر الكبير على القرية. تحول ساحة المدرسة، هنا المدرسة، إلى حيد النقاط، إلى بركة وامتلأت أقسامها بالمياه والأوحال كما تضررت بلا رقبة. بلا رقبة لي مكيناش. المحاصيل الزراعية والسكان والمنازل، نعم، وجرفت المياه والتربة والأشجار، وأمام هول هذه الكارثة تعاون سكان الحي للحد من أضرارها وخسائرها. نعم.
دوز محاولة أخرى أو أكتب قصة خيالية أحكي فيها عن رحلة إلى مصر وأصف فيها ما شاهدته، نستعين بهاد المساعدات. على 47% في الجدول لكتابة قصة خيالية. المهم ما عندكم المقطع الأول، المقطع الثاني، الثالث، النهاية، تحاول تستعين بهاد الأساليب. المحاولة ديال هاد التلميذ، هاد بداية القصة: في السنة الماضية وعدتني أسرتي برحلة سياحية إلى مصر بشرط أن أحصل على نقطة جيدة، وعند تحقيقي لهذا النجاح حجز لي أبي تذكرة السفر إلى القاهرة، فركبت الطائرة وأنا أمني نفسي برحلة شيقة إلى بلاد الفراعنة. عند وصولي إلى مطار القاهرة التقيت بالمرافق لرحلتي، وقد تم اصطحابي إلى الفندق. في تلك الليلة لم تغفو عيناي من شدة الفرح، وخلال اليوم الأول أخذني المرافق لزيارة بعض من المعالم التاريخية. يعني كالأهرامات التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع، فاندهشت لعظمتها عندما سمعت إحدى حجراتها تتحدث عن معاناة العبيد. دابا نكملو، شوفوا بعدا هادي باش ندير التتمة ديال القصة. ندير بشوية: في السنة الماضية وعدتني أسرتي برحلة سياحية إلى مصر بشرط أن أحصل على نقطة جيدة، وعند تحقيقي لهذا النجاح حجز لي أبي تذكرة السفر إلى القاهرة، فركبت الطائرة وأنا أمني نفسي برحلة شيقة إلى بلاد الفراعنة. عند وصولي إلى مطار القاهرة التقيت بالمرافق لرحلتي، وقد تم اصطحابي إلى الفندق. في تلك الليلة لم تغفو عيناي من شدة الفرح، وخلال اليوم الأول أخذني المرافق لزيارة بعض من المعالم التاريخية كالأهرامات التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع، فاندهشت لعظمتها. وعندما سمعت إحدى حجراتها تتحدث عن معاناة هنا مربوطة، معاناة العبيد خلال عملهم أو حملهم لهذه الحجارة ووفاة بعضهم، ثم أخذني المرافق لزيارة أبي الهول، فإذا بي أرى ثقبا تحت أذني، فدخلت عبرها بدون أن يراني مرافقي، فوجدت عدة أنفاق وممرات بداخلها، وهناك غرفة بها كنوز عدة، ووجدت بجانبها مومياء تحرسها، فطلبت مني أن أحررها من التحنيط الذي يحيط بها مقابل الكنوز الموجودة في الغرفة. وبعد برهة سمعت صوت المرافق يناديني فخرجت بسرعة. مرت الأيام بسرعة، فعدت إلى بلدي وكل أمل أن أعيد زيارة هذه المواقع الأثرية مرة أخرى. يا لها من رحلة عجيبة ممتعة. إذن هذه نهاية القصة. نشوفوها باش ندوزو لواحد المحاولة أخرى. نعم، إذن كانت رحلة مع صديقاتي إلى دولة مصر للتعرف على مآثرها وحضارتها. وبعد وصول الطائرة إلى مطار القاهرة استقبلنا المكلفون بمرافقتنا في الرحلة، وأخذونا إلى الفندق الذي ارتحنا فيه من تعب السفر. وفي اليوم الأول ركبنا الحافلة قصد زيارة بعض المواقع التاريخية التي تشتهر بها مصر، في مقدمتها عاصمة هنا دار توكيد لفظي عاصمة القاهرة. كما أطلعنا
كما أطلعنا على ما تمتازون واحد النقطة به هذه المآثر من الحضارة وخصائصها، فالأهرام مثلا أبو الهول، نقول أبي الهول، نهر النيل، يلا نشوفوا هذا باش نكملوا، وعند وقوفنا على باش نكملوا القصة الثانية. وعند وقوفنا على كل أثر كانت تقدم لنا شروحات حوله تهم تاريخ الآثار ومن بناه، كما كنا نأخذ صورا صورا هذه نأخذ صورا تذكارية. ومن الأحداث التي لا زالت عالقة في ذهني وهي محاولة صعودي إلى الأهرامات رغم صعوبة ذلك وإصراري على التواصل باللهجة المصرية مع المرافقين، فأحيانا أصيب وأحيانا أخطئ. لقد كانت رحلة مفيدة وممتعة، لم أنسى نحيد هذه الألف مقصورة، نديرو لم أنسى السين فقط تنها لم أنسى، نعم. لمس أحداثها وأجواءها المرحة، وكم كنت سعيدة وتمنيت تكرارها، نعم. لنشوف القصة الثانية كما هي، كملوها لعجباتكم أو بدلو فيها. نعم، صلوا على رسول الله.